تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج تفتح الهيئة أبوابها لاستقبال ملاحظاتكم، آرائكم، اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي. فكل التحية لكم جميعا، والتمنيات لقضاء يعني وقت ممتع معنا في حلقة اليوم. طبعا حلقتنا مليئة بالمواضيع اللي تشغل بال الجميع، واللي منحاول من خلالها نسلط الضوء على الكثير من الأمور الصحية الهامة. ولكن حديث الساعة اليوم هو التأمين الصحي. نود الإشارة أعزائي المستمعين إلى أن هيئة الصحة بدبي خصصت موقع لخدمات التأمين الصحي، هو www.ishd.ae اللي هو اسعاد.ae. هذا الموقع فيه كل المعلومات وكل الإجابات عن كل الأسئلة اللي قد تخطر على بالكم مستمعين عن موضوع التأمين الصحي. اليوم أنا أسمع دعوات بعملية تمديد موعد التأمين وما المخالفات، وكانوا الكثير يتكلمون في هذا الموضوع. حتى الآن ليست هنالك توجيهات بهذا الموضوع. تم التمديد إلى 6 شهور. على حد علمي أو يعني بشكل 99.9% ما حد يتوقع أن التأمين بيمدونه، لا بيكون 1/1 أول يوم للمخالفات، إلا إذا صدر هنالك قرار كذا. بس إنه يا جماعة الخير موضوع بسيط جدا، ممكن عندك آليات كثيرة لعملية التأمين. الواحد ممكن أنه يعني أمن عن طريق النت، عن طريق الهاتف. واحد من الشباب البارح يقول لي محمود أنا خلصت التأمين في 10 دقائق عن طريق التليفون، لا ومسوي لي سكرين شوت حق الخطوات اللي سواها كلها. قال لي في 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 10 دقائق تقريبا، يعني إذا ما ببالغ خلصت التأمين وعطوني المواضيع كلها. فلا تعقدون الموضوع يا جماعة الخير، موضوع وايد بسيط. فجزاكم الله خير، نلتزم بالمواعيد، نلتزم بالقوانين، وهذه موضوعها أصلا لمصلحتكم. باكر منحاول نجيب دكتور حيدر معانا في البرنامج، كلموه الله يخليكم وقولوا لنا في الكثير من المواضيع اللي نبغي نطرحها في هذا البرنامج عن طريق الدكتور حيدر، هو بيجاوبنا على الأسئلة الموجودة. من يعني التأمين الصحي ما ننتقل إلى وسائل الإعلام الاجتماعي. معانا على الخط زميلة أسماء الجناحي اللي هي ماسكة الإعلام الاجتماعي في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير يا أسماء. صبحت الله بالنور سرور أخي محمود. شو أخبارك؟ طيب شو الهمة اليوم؟ الهمة بتعرفها من رسالة اليوم. إيه خبريني شو رسالة اليوم عندنا؟ رسالة اليوم تقول حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، وابحث عما تحبه في عملك، فلا يوجد عمل من دون عنصر من عناصر المتعة. يا سلام، جميل، كلام جميل جدا. فلو ركزنا مهما كانت الوظيفة، لو الإنسان دور على الأشياء اللي يحبها فيها بيحب الوظيفة اللي هو يشتغل فيها. صحيح، يعني أكيد في عنصر واحد من عناصر المتعة، مو معقول كلهم حلو. صحيح، هذا الكلام سليم، بس ركز على الإيجابيات والنقاط الإيجابية في الشغل. جميل أسماء، البارحة تم إطلاق منتدى دبي الصحي، وأعتقد أن يعني وصل الترند في السوشيال ميديا عندنا في الإمارات. هو دخل
في قائمة الترند، لكن يعني إن شاء الله في المنتدى بيكون توب ترند إن شاء الله. خبرينا يعني شو أبرز الأشياء اللي صارت على الإعلام الاجتماعي في حسابات الهيئة خلال الفترة الماضية؟ الفترة الماضية موضوع كل على موضوعين، أغلب الملاحظات هذه رسالة يتش بعد على تويتر يلا. أغلب الملاحظات اللي توصلنا كلها استفسارات على التأمين الصحي وإذا في تمديد أو ما في تمديد. صحيح. وكلهم يبون يمددون، لكن إحنا مددنا 6 شهور، ما عندكم نمدد أكثر. والله هو القانون يقول، القانون واضح خلاص، يعني بعد هذه الفترة إنه واحد المخالفات سوف تبدأ. ف يعني الناس سبحان الله احيانا الواحد تدرين مثل ليله العيد، تعرفين باكر ولا عقب باكر خياط العيد. زين ثاني شيء، في السوشيال ميديا كان يتكلم عن المنتدى دبي الصحي، مو بالكثير يعني، بس يعني كثير من الحسابات، لانه اخوي مخيتي اول مره في المنطقه يطلع منتدى مثل هذا، او انه يتم تصريح بمنتدى مثل هذا، وإن شاء الله يعني راح نكثف الرسائل في الفترة الجاية على المنتدى لين تاريخ 9، ونتمنى حتى الناس اللي يدخلون يسجلون في المنتدى تسجيل مجاني، والأشياء اللي موجودة فيها بتكون فعلا تبرز القطاع الطبي بشكل وايد مميز. جميل. أسمع، أنا عندي اقتراح إذا بتكلمين الجماعة في التمويل الصحي، وعلى فكرة اليوم قيادات في خدمتكم، هذه يعني خدمة تقدمها هيئة الصحة بدبي، التواصل المباشر ما بين الجمهور مع المسؤولين. اليوم حيدر اليوسف بيكون ضمن قيادات في خدمتكم، ما تذكر رقمهم أسمى، إذا عندك الرقم، هل هو على نفس رقم الكول سنتر 80342؟ 80342، لكن حاليا من الحين لين الساعة 12 الدكتور حيدر يوسف قاعد يعني في إدارة التمويل الصحي ويقابل الجمهور مباشرة. ممتاز. فاللي عنده أي استفسارات أو حاب يتواصل معه مباشرة هو موجود لين الساعة 12 ضمن مبادرة قيادات في خدمتكم. صحيح. وموقع إدارة التمويل الصحي موجودة في مبنى جمعية الأطباء والمهندسين في المنزل الطابق الأول، فيقدرون يتوجهون ناس هناك مباشرة ويخاطبون دكتور حيدر اليوسف. جميل جدا. طيب أرقام التواصل معهم 300342 اللي هي 800 800 DHA. كنت بسألت عن شغلة، هي عندي اقتراح، حاولي تتواصلين مع إدارة التمويل. زين. البارحة واحد من الشباب يعني عطاني مختصر جميل جدا خطوات اللي سواها عن طريق التسجيل في الانترنت على واحدة من الشركات، كان ياخذ سكرين شوت على كل خطوة، فعمل مثل شرح بسيط بعث لنا اياه على الواتساب، قال لنا 1 2 3 4، وهذا الموضوع اخذ مني تقريبا اقل من 10 دقائق. فخلينا نشوف دكتور حيدر اذا ممكن عندهم بعض التصاميم، بعض الاشياء اللي ممكن نشرح الخطوات بشكل مبسط ونحطها حق الجمهور، ممكن يستفيدون من هذه الخطوات. ممتاز. لا طبعا اقول لك الناس دائما تفضل تسير بروحه، تخيل واحد يسير يعني صحيح. انا في بعض الامور يعني افضل، انا شخصيا افضل ان اسير واقول لهم اوكي بعطيكم فيزات تسوي لي كل شيء. لا والله انا مع الانترنت، انا احب شو اسمه، حتى اليوم ياس اتكلم ويا واحد من الموظفين اقول له يا اخي الابلكيشن اسهل لك تخلص مواضيعك، اشوفه ما اخذ ورقه وقاعد يسجل ويحط وما ادري كذا في سالك وما ادري ايش، يا اخي في ابلكيشن خلص امورك بسيط جدا وما ياخذ منك يوفر الابلكيشن ان ارقام كلها تتسيب، ما يبغى كلها تسوي بسيطه. بالضبط، فهذا اللي نتكلم عنه. عموما اسمى شكرا جزيلا لك نحن، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وشكرا على هذه الرسائل الايجابيه الصباحيه. شكرا يا اسمى. كانت معنا اسمى الجناحي، مسؤوله السوشيال ميديا والاعلام الاجتماعي في هيئه الصحه بدبي. انا نسيت اذكركم بوسائل التواصل الاجتماعي مع الهيئه اللي هي DHA_Dubai، هذه حق تويتر، انستغرام، والبريسكوب، وأيضا دبي هيلث أثوريتي على فيسبوك واليوتيوب. اللي حاب يتواصل مع الهيئة عن طريق هذه وسائل التواصل الاجتماعي يتم التواصل بشكل مباشر والرد على استفساراتكم وأسئلتكم. السلام عليكم، وين راح يكون تواجد مراكز التأمين الصحي اليوم وبكرة؟ شكرا. أعتقد هنالك مجموعة من الشركات الموجودة في مركز المنارة التابع لبلدية دبي، مركز المنارة، مركز بلدية دبي في المنارة شي يسمونه، على شارع الشيخ زايد المركز العود، هذا هنالك في مجموعة من الشركات اللي حاب يتواصل معاهم هناك ممكن يحصل التأمين. وطبعا
ارجع اقول اللي قادر يسوي عن طريق التليفون بيوفر عليه وايد وقت ووايد جهد وما بيقعد في الدور. ها ما بتيس 20 شخص قدامك عشان بس تسوي التأمين وتتدمر. طبعا شوف أرجع للرسائل ما شاء الله الرسائل كلها تتكلم عن التأمين وأن ما عطونا فرصة وأن يعني ما عندنا وقت وزحمة والشركات كل الأماكن عندها زحمة. طيب يا جماعة الخير 6 شهور ونحن نأذن يا جماعة سووا تأمين 6 شهور وقلنا التأمين وايد مهم بالنسبة لكم. عموما باكر إن شاء الله ما نفتح هذا الموضوع على البحري مع الدكتور حيدر بيكون معنا في البرنامج واللي حاب يستفسر ولا يسأل بيكون معنا الدكتور ممكن أن يجاوب. فاصل مستمعينا بعد الفاصل منتطرق إلى منتدى دبي الصحي مع ما بقولكم معنوه لكن ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر يعني إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا في مطالب كثيرة بتمديد مهلة الضمان الصحي لرفض الشركات قبول طلبات جديدة. هذا على حسب يعني خبر طالع في موضوع يعني أولياء الأمور كانوا طالبين بتمديد هذه الفترة للأبناء الغير مشمولين في التأمين وكانت يعني في تحقيق بهذا الشأن. الآن نحن ما نبي نتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله بكرة من أجله، لكن معايا ما نتكلم على موضوع شيق وجميل، موضوع يعني نتحدث فيه عن مستقبل الصحة. الصحة وين رايحين نحن؟ ليش؟ لأن هيئة الصحة بدبي من المؤسسات العالمية صاحبة السبق في الاستعانة بأفضل التقنيات وأحدث التكنولوجيا الخاصة بالتشخيص والعلاج. أيضا نجحت الهيئة ممثلة في مستشفى دبي في استئصال ورم سرطاني في عملية جراحية بالغة التعقيد عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد. كان لهذا النجاح أساسه وهو حرص الهيئة على توفير خدمات صحية ذكية من بينها تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنية الأفضل عالميا وهي الروبوتات اللي بتدور يعني حلقتنا اليوم حول هذا الموضوع. ليش؟ لأن الدكتور ياسر السعيدي استشاري جراحة المسالك البولية في مستشفى دبي معانا اليوم. دكتور نحن يعني سعدنا أول شيء صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور. كنا سعيدين أن الأسبوع الماضي أو اللي قبله كنا نتحدث عن هذا الإنجاز الجميل العملية الدقيقة هذه اللي سويناها وأعتقد الأولى في المنطقة ككل يمكن قد تكون الأولى من نوعها في العالم ومن تقديم من هذا الموضوع لكن ممكن خلال الفترات القادمة نتأكد من هذه المسألة. أنا يعني ممكن أعرج بشكل سريع على هذه العملية في نهاية الحلقة اللي سويتوها لكن موضوع الرئيسي دكتور أنا أتحدث فيه عن الروبوتات جراحة الروبوتات على مستوى العالم. هذه تقنيات جديدة دخلت في عالم الطب في الكثير من التخصصات والمجالات. أنت تواجدت دكتور في فرنسا. نعم. مدة 7 سنوات كنت تتدرب على هذه التقنية وهذا النوع من العمليات. في البداية خلنا نتكلم عن هذه العمليات بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للروبوتك سيرجري أو جراحة الإنسان الآلي هي تقنية طلعت في بداية 2000 الهدف منها كان كنقلة نوعية من عمليات المناظير أو جراحة المناظير اللابروسكوبك سيرجري كخطوة إلى الأمام. صحيح. إنزين باستخدام تقنية حديثة لزيادة دقة هاي العمليات محاكاتها بالعمليات التقليدية لأن يعني تقنيا لأي جراح لما أنت عندك الجرح مفتوح قدامك غير ولما أنت تسوي العملية بالمنظار بأدوات دقيقة يكون الوضع مختلف تماما. ف
فاستخدام الروبوت يحاكي نفس الإمكانيات اللي عند الجراح في عمليات الفتح زين أو العمليات التقليدية، لكن بفوائد جراحة المناظير للمريض. مثل بدأت في التسعينات في الثمانينات دكتور؟ لا، هي كبداية أول روبوت طلع كوميرشلايزد أو تم تسويق له كان في بداية الألفين. في بداية الألفين. نعم. وأول عملية جراحية صارت ترانس أتلانتك عبر المحيط. إنزين المريض كان في مدينة ستراسبورغ في فرنسا. والجراح كان موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. هاي العملية قام الجراح بإجراء العملية في الولايات المتحدة على المريض اللي موجود في ستراسبورغ. ما شاء الله. وهاي العملية كانت الأولى من نوعها في 2001. إنزين استخدام الروبوت طبعا ميزته في العمليات الصعبة، العمليات اللي تحتاج دقة كبيرة، العمليات اللي المريض عادة بالطريقة التقليدية ممكن يجلس في المستشفى فترة أسبوع 10 أيام أسبوعين بعد العملية عشان يتعافى من العملية نفسها، بس باستخدام هاي التقنية الحديثة المريض خلال 3 إلى 5 أيام ممكن يروح البيت. يعني فترة النقاهة تكون قصيرة جدا. لها يعني لها أشياء إيجابية كثيرة. يعني أنت في النهاية أفراد المجتمع هم العناصر العاملة في المجتمع، فإذا أنت العنصر العامل هذا إذا عطيت إجازة أسبوعين أو 3 أو شهر بعد العملية في إجراء العمليات التقليدية يالس تحرم جهة العمل من عطاءه. أما العمليات هاي الدقيقة اللي تتم بالروبوت أو بالمناظير المريض خلال أسبوع أو 5 أيام يرجع لوظيفته، فبالتالي أنت وفرت على الدولة وقت. صحيح. الإنسان هذا استمر في عطائه والدقة تكون عالية. عدل السماعة الدكتور، على حط على راسك كذا. أيوة إيه لا بتسمع الحين، بس حط أيوة بهذا الشكل. نحن سماعتنا ذكية الحين، تسمعني؟ أي شفت كيف السماعة ذكية. عموما دكتور أنت ذكرت على أساس أن الوقت يكون أقل وكذا، وهذا يساهم في زيادة الإنتاجية في المجتمع. أيضا دكتور أعتقد أن بما أن العملية كانت فيها أشياء بسيطة يعني الفتحة أقل وكذا ودقة عالية، نعم. حتى المسكنات الخاصة بالألم بالضبط. الأدوية بالضبط. تكون أقل بالنسبة لي للمريض، وما شيء بعد جراحات تجميلية يمكن تكون بسيطة، لأن الفتحات تقريبا فتحات صغيرة واحد سنتي كل فتحة. زين في 4 أو 5 فتحات في البطن، والواحد يسوي يعني ممكن يجري العمليات المعقدة اللي ما تتم إلا بالفتح حاليا بهذا الجهاز اللي هو الروبوت. طيب دكتور خبرني عن تجربتك هناك في فرنسا، شو اللي تعلمت، شو اللي سويته هناك؟ أعتقد أن أنت بلشت تسوي عمليات أصلا بهذا الشكل. نعم يعني. فضل من رب العالمين الحمد لله حصلت قبول في جامعة ستراسبورغ، وهي الجامعة اللي كانوا مسوين أول حالة ترانز أتلانتك. جميل. فتوجهت هناك وبديت كطبيب في المستشفى، اشتغل وياهم أول 3 سنوات وبديت اتدرب على الروبوت. من بعدها 3 سنوات اللي بعدها اشتغلت كاستشاري في القسم، ساعدت على تطوير برنامج الروبوتك سيرجري هناك، حتى العمليات اللي ما كانوا يسوونها بدينا نسويها هناك، وأجريت هاي العمليات في تخصصنا مثل استئصال البروستاتا حق سرطانات البروستات، استئصال أورام الكلية من غير ما نستأصل الكلية بكبرها عن طريق الروبوت من غير ما نضطر لفتح بطن المريض، العمليات الترميمية بالنسبة للكلية لحوض الكلية للمثانة للحالب عن طريق الروبوت. النتائج كانت بالنسبة للمرضى نتائج كبيرة. من ناحية التكلفة المبدئية ممكن التكلفة تكون شوي أعلى مقارنة بالعمليات التقليدية.
في الوقت الحالي في الوقت الحالي. لكن النقاط الإيجابية ومن ناحية التكلفة العامة على المدى الطويل بيوفر على الدولة من ناحية الوقت، من ناحية الميزانية، الإجازات المرضية، هاي كلها راح تقل بالمقابل. فيعني إيجابياتها أكثر بكثير من النواحي السلبية المادية اللي موجودة فيها. جميل. هي يعني دكتور أنا أعتقد يعني المسألة باتت في حكم أنه يجب علينا التوجه، هذا التوجه العالمي نحو العلاج بالروبوتات. نعم. لأن مسألة خلاص هذه محتمة. أنا حضرت عملية في أمريكا. نعم. دخلت هناك وشفت الطبيب، طبعا المريض مسكين مادينا على السرير والطبيب قاعد بعيد عنه، يعني حتى ما يدخل وين طالع المريض ولا كذا، ايش يسمونه، في امور بسيطه. فكنت داخل العمليه وتابع عن طريق الشاشه مع الدكتور. فتحدث الدكتور عمليه الدقه في هذا المجال، ما والله ما اتذكر شو كانت العمليه، في مو في القلب، في شغله بسيطه، شيء يمكن تخص الكلب، والله ما اتذكر شو الموضوع. بس المهم هذه العمليه كان المريض ياخذ فيها اسبوعين بعد بالطريقه التقليديه. نعم. اسبوعين للاستشفاء داخل المستشفى، بعد العمليه بعد العمليه هذه ياخذ 3 أيام بالضبط وهو برا المستشفى. بالضبط. فائدة كبيرة لها. نحن نتحدث عن تفاصيل أكثر في هذا الموضوع دكتور، بس نتوقف مع فاصل قصير. مستمعينا عندنا فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله متواصل معاكم حول موضوع يعني العلاج بجراحة الإنسان الآلي يسمونها، أو الجراحة الروبوتية. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. أرقام التواصل معنا 600551414 أو على طريق الرسائل النصية على 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا برنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما، إذاعة نور دبي. طبعا قبل الفاصل كان معنا الدكتور ياسر السعيدي، استشاري جراحة المسالك البولية في مستشفى دبي، وحديثنا اليوم عن تقنية الروبوت واستخداماتها في العلاجات. دكتور نحن تحدثنا عن البداية على مستوى العالم وفوائد هذه التقنية. يمكن واحد من الأشياء اللي أنا شدتني في هذه المسألة اللي هي الجراحة عن بعد. نحن عندنا في هيئة الصحة بدأنا تطبيق التطبيب عن بعد، يعني في عندنا أطباء موجودين مثلا في مستشفى راشد، ممكن أن يشخصون المرضى في مستشفى حتى أو في بعض الأماكن البعيدة في دولة الإمارات. ولكن الجراحة عن بعد هذه مثلا قلت أن صارت في سنة 2001 صارت أول حالة كتجربة، وتمت العملية بنجاح مع استخدام وسائل الاتصال القديمة. زين الحين مع النيو جنريشن، السرعات العالية، 3D، الفايبر أوبتكس اللي منتشرة بين المستشفيات، مستشفيات هيئة الصحة، يعني إمكانية إجراء العمليات عن بعد بين مستشفى لمستشفى، يعني مثلا المريض يكون في مستشفى حتى والجراح يكون في مستشفى دبي أو في مستشفى راشد، الإمكانية هذه موجودة تقنيا، لكن تطبيقها يحتاج إلى بعض التفاصيل. ووجود جهاز الروبوت هذا راح يساعد على إجراء هذه العمليات. جميل. دكتور يعني نحن الحين في الهيئة ما عندنا جهاز الروبوت حاليا، الجهاز مو موجود، لكن في صدد عمل دراسة جدوى، وإن شاء الله خلال 2017 إن شاء الله راح يعلنون عن إمكانية حصول الهيئة الصحة على هالجهاز إن شاء الله يا رب. دكتور يعني نرجع نتحدث عن أبرز الجراحات اللي ممكن تستخدم فيها يستخدم فيها الإنسان الآلي. نعم. شو هي أبرز الجراحات اللي في هذا المجال؟
الروبوت ممكن يستخدم في عدة تخصصات. أولا السمنة مثلا ممكن يستخدم، طبعا أكثر التخصصات الجراحية التي تستخدم الروبوت هي جراحة المسارك البولية، جراحة القلب، الجراحة، جراحة الجهاز الهضمي، أمراض النساء والولادة. إنزين هاي التخصصات الأربع اللي موجودة في هيئة الصحة هي التخصصات الأساسية اللي ممكن تستخدم الروبوت، واستخدام الروبوت عادة يكون في العمليات المعقدة، العمليات الكبيرة، العمليات الصعبة مثل استئصال الأورام، مثل العمليات الترميمية. من بينها عمليات السمنة هي تعتبر كعملية ترميمية لأن يصير في قطع جزء من الأمعاء والمعدة والتوصيل، فتعتبر عملية ترميمية ممكن استخدامها. وطبعا بالنسبة للمسالك البولية عمليات استئصال أورام البروستات، عمليات استئصال أورام الكلى، نفس العملية اللي سويناها باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد احنا سويناها بالجراحة التقليدية، لكن إجراءها بالروبوت ممكن تكون دقيقة جدا، دقيقة جدا، وبتكون يعني ثقل العملية والتعب الناتج من العملية بالنسبة للمريضة بعد أقل. جميل، إن شاء الله مستقبلا نقدر نتمكن نفيد المرضى والمواطنين والوافدين الموجودين على أرض البلاد بهاي التقنية الحديثة إن شاء الله. يا رب دكتور، يمكن أو قبل أقول لك التعليق هذا بس أذكر بأرقام التواصل معنا 600-551-1414 وعن طريق الرسائل النصية على 4006. هناك لما حضرت هذه العملية سألت الدكتور اللي موجود هناك إذا العلم توجه بهذا الشكل فنحن مستقبلا ما نحتاج أطباء على كثر ما نحن نحتاج مهندسين إلكترونيين يقدرون بس مجرد أن يستخدمون هذه الآلات ويسوون هذه العمليات. قال لي لا، الموضوع مختلف تماما، أنت لازم يكون عندك الطبيب موجود، لأنه لا سمح الله إذا كانت هذه التقنية فيها أي مشكلة ممكن أن يتدخل بشكل يدوي. نعم، عادة العملية لما نجري العملية يكون في جراح موجود بجانب المريض. نعم. نبدأ نحط الأدوات اللازمة للعملية، نوصل الروبوت بجسم المريض بعد طبعا ما يتخدر المريض ويكون منوم. الجراح الأساسي اللي يستخدم الروبوت هو اللي يتحكم بالروبوت، هو اللي يجري العملية الدقيقة بداخل جسم المريض. نعم. عن طريق الجهاز هذا. طبعا استخدام هالجهاز ميزته بالنسبة للجراح وجود 3D vision اللي هو الصورة اللي قدامه تكون ثلاثية الأبعاد، صحيح، يشوف كل شيء بدقة كبيرة، يقدر يجري العملية في أضيق الأماكن الموجودة في جسم الإنسان مثل منطقة حوض الإنسان والأعضاء اللي موجودة هناك منها غدة البروستات، يقدر يوصل لأدق الأماكن الموجودة هناك حتى في بعض عمليات البروستات نحن نحافظ على الأعصاب اللي تمر على أساس مستقبل المريض ما يفقد التحكم بالبول، ما يفقد القدرة الاستطاعة الجنسية. فالروبوت هذا سهل لنا هالموضوع أنه حتى العصب ممكن نفصله عن غدة البروستات ونشيل الغدة بس من غير ما نلمس العصب، فيعطي الفرصة أكثر من 80% أن المريض يتعافى من هاي المضاعفات الثانوية اللي كانت تحصل بنسب أعلى قبل. بالنسبة للجراح غير هاي الأشياء، الأدوات اللي يستخدمها في جسم المريض لأن الروبوت هو اللي يتحكم بالحركة والجراح هو اللي يحرك الأجهزة، حتى الرجفة البسيطة اللي ممكن تصير سابقا في استخدام الأدوات بالمناظير تختفي تماما في مع استخدام الروبوت، فبالتالي تزيد من دقة الجراح نفسه ومن دقة إجراء العملية، وهاي كلها فوائد بالنهاية تصب في مصلحة المريض نفسه. جميل دكتور، يعني هذه الأمور تتكلم عنها أنا تذكر كنا نشوفها في الأفلام يعني قبل أيام الثمانينات والتسعينات. نعم. كانت هذه تدخل عندنا في الأفلام، نشوف هاي الأفلام، أتذكر سيارة مايكل نايت مثلا، سيارة بروح التحرك. نعم. وكذا. نعم. أيضا دكتور كان في شغلة أن
واحد إيديه مثلا مقطوعة يحطوا له إيد صناعية وتتحرك وتسوي وكذا، هذه هل تدخل ضمن جراحات الروبوت؟ هذه استخدام تقنيات الروبوت في تعويض الأعضاء الناقصة. إنزين، وهاي بعد لها دراسات ثانية، لكن الجراحة كجراحة تعتمد على الجهاز اللي موجود اللي هو روبوتك سيستم الحالي اللي هو حين واصل يعني في المرحلة الثالثة من التطوير. يعني إذا إحنا نقارن بالتلفونات، يعني مثل ما تقول حين وصلنا للسيفنث جنريشن، حين في الروبوت نحن وصلنا على الثيرد جنريشن. شوفوا لي إخواني بس إذا في مكالمات موجودة عندنا ولا لا، ميثا شوفي لي إذا في مكالمات موجودة ولا لا عندنا. عموما دكتور، إذا كان عندنا الآن يعني روبوت معين هذا يبناه، هل هذا الروبوت ممكن يسوي هذه العمليات الأربعة والخمسة، ولا كل روبوت لعملية معينة؟ لا، السيستم اللي موجود حاليا يستخدم عن طريق جميع التخصصات الجراحية، هو نفسه يعني هو نفسه. بما أن مستشفيات الهيئة تشمل أغلب التخصصات في مكان واحد، فبالتالي الفائدة راح تعم على جميع التخصصات وعلى فئة أكبر من المرضى اللي عندنا، سواء كانوا من النساء أو من أمراض المسالك البولية أو القلب أو الجراحة العامة. جميل. يقول لك دكتور، حتى بين الأشياء الطالع عن موضوع الروبوت عبر العصور، يقول لك جذور الروبوت الحديث، يعني يمكن الواحد يرجع إلى الأجهزة الآلية اللي اخترعت في الماضي البعيد، أطلق عليها الآلات ذاتية الحركة. يقول لك في عهد القدماء المصريين حوالي 1500 سنة قبل الميلاد ابتكر تمثال للملك مامون، كان يصدر أصوات موسيقية جميلة كل صباح، فهذا أول روبوت يقولون عنه. نعم طالع. فعموما نرجع لبعض المواضيع اللي ممكن نتحدث فيها في مجال الروبوتات الآلية. دكتور، أنت تخصصك اللي هو المسالك البولية. نعم. زين، خلني أتكلم عن هذا التخصص بالتحديد من خلال استخدام الرجل الآلي أو الجراح الآلي. نعم. الرجل الآلي، لأن الجراح موجود. الجراح موجود. زين، الرجل الآلي هذا اللي يساهم في هذه العملية. العملية قبل إذا 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 بنسويها بالطريقة العادية كم تستغرق وقت؟ وكم تستغرق وقت مع الروبوت؟ نعم. الحين بالنسبة للعملية بالطريقة التقليدية، والوقت بيكون متقارب مع استخدام الروبوت، لأن استخدام الروبوت أساسا يحتاج لفترة تحضيرية ما قبل العملية اللي قد تستغرق ما بين 30 دقيقة إلى 45 دقيقة. لكن من ناحية العملية نفسها، دقة العملية، الفوائد اللي راح يحصل عليها المريض باستخدام تقنية الروبوت أكبر بكثير من الجراحة التقليدية اللي ممكن تعطي مضاعفات خارجة عن إرادة الجراح. زين، وقد تعطي بعد فترة أطول من البقاء في المستشفى، من التعافي من العملية مع الروبوت. هاي الأمور كلها راح تقل، والفائدة بتكون أكبر بالنسبة للمريض وللمجتمع في النهاية. جميل. دكتور، يعني هيئة الصحة بدبي أعلنت عن منتدى دبي الصحي، هذا اللي بيناقش الابتكار والاستثمار والتحديات. أنت بتكون لك هناك جلسة إن شاء الله من خلال هذا المنتدى. أنا هذه الجلسة بنتحدث فيها عن جراحات الإنسان الآلي بشكل مفصل، وأيضا بتكون في هنالك ملتقى لأبرز العلماء والخبراء في هذا المجال. أنا أبغى أسلط الضوء أكثر على هذا المنتدى دكتور، مع الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي معانا عبر الهاتف. صبحت الله بالخير دكتورة.
صباح النور، أهلا وسهلا. يا هلا دكتورة. أول شيء يعني تم الإعلان عن منتدى دبي الصحي رسميا بالأمس. المنتدى هذا سيناقش 7 محاور أساسية، وطبعا الفكرة في أن تعزيز الابتكار والاستثمار ومناقشة التحديات اللي سيواجهها القطاع الصحي بشكل عام وفي إمارة دبي بشكل خاص، فخبرينا عن هذا المنتدى دكتورة. إن شاء الله. طبعا هذا المنتدى مثل ما ذكرنا بالأمس هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث أن محاور المنتدى بتركز على دعم البرامج الاستراتيجية في استراتيجية هيئة الصحة في دبي. طبعا مثل ما تفضلت في المقدمة، هذا المنتدى سيتطرق إلى عدة محاور في الصحة. من بين الجلسات الحوارية اللي بيتطرق لها المنتدى، في عندنا تطبيق التفكير التصميمي في الطب. طبعا في بعض الناس ممكن يتساءلون شو الصلة ما بين التصميم والطب. طبعا التفكير التصميمي هو طريقة لوضع حلول لتحديات قد يواجهونها الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الطبي لخدمة المريض، فهو عادة طريقة لحل هذه التحديات مع وضع المريض يكون هو محور الخدمة. ففي عندنا جلستين راح يتطرق لهم المنتدى في هذا الموضوع. بعدين عندنا الصحة الذكية، ويشرفنا أن نحن نقول أن الدكتورة عاشة بن بشر اللي هي المدير التنفيذي لمشاريع دبي الذكية أو مبادرة دبي الذكية راح تكون معنا كمتحدثة في هذه الجلسة. وطبعا الجلسة راح تتطرق لكافة الحلول الذكية اللي ممكن أن الطب يستفيد منها، مثل التطبيب عن بعد، مثل استخدام الملفات الذكية الإلكترونية، حفظ المعلومات للمرضى. فراح يكون في معنا بعد متحدثين من دول مختلفة يشاركون في هذه الجلسة. دكتورة اقطع كلامك بالخير، بس ذكرتي التطبيب عن بعد، نحن كنا نتحدث مع الدكتور ياسر السعيدي عن الجراحة عن بعد الآن. متى هذا بنشوفه إن شاء الله في الهيئة؟ طبعا التطبيب عن بعد اوريدي بدا في الهيئه، ومثل ما تذكر كان في ترشيح لمشروع التطبيب عن بعد السنه اللي فاتت في برنامج دبي للاداء الحكومي المتميز، والحمد لله تاهل المشروع. موجود حاليا في كافه المراكز الصحيه، يخدم علاجين اللي هو العلاج الربط ما بين المراكز الصحيه ومستشفى حتى مع مركز الحوادث بمستشفى راشد لعلاج الحالات الحرجه. وبنفس الوقت لعلاج شبكيه العين لمرضى السكري، يربط ما بين عيادات السكري في المراكز الصحيه الاوليه مع مستشفى دبي قسم الشبكيه. نرجع للمنتدى دكتوره. نرجع للمنتدى الحين. في عندنا جلسه حواريه تشمل 3 وزراء عرب يتحدثون لنا عن تجاربهم أو استراتيجيتهم في تطبيق الابتكار في مجال الصحة. جميل. وفي عندنا جلسة عن الاستثمار في الصحة للاستدامة. طبعا من بين الضيوف اللي بيشاركون في هذه الجلسة بيكون معنا سعادة سهيل الأنصاري اللي هو المدير التنفيذي في مبادلة. وبيكون معنا متحدثة هي مستشارة اقتصادية في الحكومة الأمريكية، بتتكلم لنا عن تطبيق التأمين الصحي العام في الولايات المتحدة. جميل. بيكون في عندنا متحدث عن الصحة العامة والتثقيف الصحي واستخدام قنوات التواصل الاجتماعي بالطريقة السليمة للتثقيف الصحي. طبعا بيشاركنا في هذه الجلسة الدكتور أنور الحمادي اللي هو غني عن التعريف، طبعا زميلنا في هيئة الصحة في دبي. وبيشارك معنا أيضا الدكتور أحمد عبد المالك. جميل. من دولة الكويت. جميل. في اليوم الثاني راح يكون في عندنا جلسة عن الطباعة ثلاثية الأبعاد في الطب. طبعا نحن شفنا في أسبوع الابتكار كان لهيئة الصحة في دبي مشاركة قوية جدا باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في تركيبات الأسنان. صحيح. ولكن المنتدى سيتطرق إلى تخصصات أخرى مثل صناعة الأطراف الصناعية للأطفال اللي تم بتر يعني أطرافهم بسبب الأمراض. وراح يكون عندنا بعد صناعة الدواء، يعني كيف طباعة ثلاثية الأبعاد تستخدم في صناعة الأدوية اللي يأخذونها المرضى، فهذا الشيء يعني يعتبر جديد على هاي التقنية.
بعدين عندنا متحدثة في علم النفس الجنائي اللي راح تحدثنا عن تأثير التكنولوجيا على السلوك النفسي. فهذه راح تكون بعد البروفيسور ماري آيكن موجودة معنا في المنتدى إن شاء الله. وراح تتطرق إلى هذا الموضوع. بعدين راح يكون عندنا جلسة حوارية مع الكابتن ماجد الحصيمي اللي راح يستضيف ثلاثة من الفائزين بالميداليات الذهبية في البارالمبيكس 2016 اللي كانت في ريو دي جانيرو. أوكي. اللي هم عبدالله العرياني ومحمد الحمادي وسارة سناء إن شاء الله. جميل. مواطنين إماراتيين احنا جدا فخورين بتواجدهم معنا في المنتدى. ليش اخترت هذه الإمارة؟ الجلسة دكتورة؟ طبعا هذه الجلسة جدا يعني من الجلسات اللي أنا أبغي أحضرها وأشجع كل العاملين في المجال الطبي على أنهم يحضرونها. البارالمبيكس طبعا نحن فخورين جدا بأدائهم هذه السنة، كان أداء مشرف جدا، وهذولي أبطالهم أبطال الإمارات. صحيح. والحكومة والهيئة أيضا تولي يعني اهتمام كبير بهذا بهذه الفئة. طبعا أكيد احنا كحكومة في دبي احنا الحين نشتغل مع الجهات الحكومية الأخرى لوضع استراتيجية اللي هي استراتيجية دبي لذوي الإعاقة. جميل. لنجعل دبي صديقة لذوي الإعاقة في عام 2021. جميل. دكتورة أنا عندي دقيقتين يعني أحاول بس أختصر قدر الإمكان عن موضوع المؤتمر. المؤتمر بيكون يوم 9 و10 يناير المقبل، وبيكون على مستوى عالي. الكلام اللي أنت قلتيه هذا دكتورة يعني يبشر بمنتدى على 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 مستوى المنتديات العالمية. طبعا أكيد إن شاء الله. فكلمة أخيرة تبغين توجهينها دكتورة؟ طبعا في النهاية نحن هذا المنتدى والفعاليات الأخرى اللي تقوم فيها هيئة الصحة في دبي كلها تخدم هدف واحد اللي هو صحة وسعادة وسلامة المجتمع إن شاء الله. ونشكركم على اهتمامكم وبالمنتدى وبالفعاليات الأخرى في هيئة الصحة. نحن منكم متواصلين معاكم دكتورة أول بأول في كل شيء جديد خاص بهذا المنتدى. أيضا أحب أضيف لكلامك دكتورة أن هنالك الحديقة شو سميته، حديقة التكنولوجيا الصحة، حديقة الصحة للتكنولوجيا. أيوة. حديقة الصحة للتكنولوجيا، هذه الحديقة هي دعوة عامة لجميع الجمهور اللي حابين يحضرون ويطلعون على تفاصيل هذه الحديقة. شو بيكون فيها دكتورة بشكل سريع؟ احنا بنراوي فيها تقنية استخدام الروبوت اللي هو الآلي في الجراحة. راح يكون فيها بعد تقنيات أخرى تستخدم في التعليم الطبي وفي التطبيب عن بعد. فالأجهزة موجودة طبعا. اليوم الثاني من الساعة 4 للساعة 6 راح نفتح الحديقة للجمهور اللي حابب يتفرج عليها أو أن يأخذ أي معلومات إضافية عنها، ممكن أن يحصل المعلومات على الويب سايت التابع للمنتدى. جميل جدا. وأيضا دكتورة منال يعني التسجيل مفتوح لجميع المهتمين بالقطاع الصحي في إمارة دبي أو القطاع الصحي يعني اللي في المنطقة. أي حد يبغي يحضر هذا المنتدى الدعوة مفتوحة، معالي وجه بعدم يعني فرض رسوم على التسجيل. صحيح؟ طبعا الدعوة مفتوحة والتسجيل مجاني، بس احنا نطلب من الجمهور انهم يسجلون عن طريق الموقع اللي هي dubaihealthforum.org ان شاء الله. شكرا لك دكتورة منال تريم، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي ونائب رئيس المؤتمر. صح دكتورة؟ أيوة المنتدى. المنتدى عفوا. شكرا لك. شكرا دكتورة. دكتور ياسر في أقل من دقيقة دكتور عطنا كلمة أخيرة. سمعت الدكتورة تحدث عن هذا المنتدى، بتكون لك جلسة كذلك، بس عموما بشكل عام اختصارا لهذه الحلقة في أقل من دقيقة كلمة أخيرة تبغى توجهها. يعني موضوع جراحة الإنسان الآلي كان حلم بالنسبة لي من زين قبل 7 أو 8 سنوات. صحيح. وطلعت تخصصت في هالمجال لفائدة المجتمع عندنا في البلاد، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هيئة الصحة تكون سباقة في هالمجال. وعن طريق المنتدى وجود غرفة العمليات المستقبلية اللي موجودة في الحديقة، إن شاء الله الروبوت هذا راح يكون موجود والناس راح يشوفونه ويطلعون عليه في نفس الوقت. وأنا دكتور فخور جدا بوجود يعني
شاب إماراتي مثلك تخصص في هذه المجالات اللي العالمية حقيقة، فهذا يدل على استثمار هيئة الصحة بدبي في موظفينا في أبنائها للوصول نحو أبرز الخدمات العالمية في هذا المجال. نحن شاكرين لك تواجدك اليوم إجازتك، أنا أدري لكن أنت جزاك الله خير يعني آثرت لأنك أنت تقطع الإجازة وتي تحضر معنا هذه الحلقة، فشكرا جزيلا لك، شكرا من القلب دكتور ياسر السعيدي استشاري جراحة المسالك البولية في مستشفى دبي. طبعا على طول عق السماعة، لكن أنا بقول لكم قبل الختام أبغي أشكر حمد المعيوف معانا في التنسيق وميثة بن بيات في الإخراج وفريق قسم الإعلام في الإعداد، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف علي، وحتى نلقاكم غدا دكتور شو نقول لهم، دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.